عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء نبي قحر يا بي صلى الله عليه وسلم ولا إلا إيبيه وعصب كد حين يسروح وحريي يكو حريي عصب لماذا كد حين يسا إلا إيبيه أيو ديدو ريابي ويلها إيبيننا عن لما إيبين كرو لما إيبين كرو وعن هبته يعين ولا قال بحي الله بضب هو الرابي النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم السوري هل كان وحلق قاضنا يا ولا قوين يا هاي عصب الله مذا عصب هذا النصب كه وأن لنا إيبن كرين لا نبحن كرين لفظي أهن السلاوة اللو سوري حديث كلا وأن صحيح أقول سبنين الولاء لحمة كلحمة النصب لا يباع ولا يوهب ولا قو وهلب لم إذا هلب كنصر كوكلا لما نأيبيه ولا ما نبحيه سأسأوديد والنوع الصباء ويدعي كرتو إلا سكود حلا أسباب تلا سكود حلا وحكم إذا ولاقا أسباب الإرث وإنك الشيغني إن يتهي أسباب الإرث وحوية والنكاح قور كواتهي قرابة واتهي الولاء واتهي ولاقا نوحا لوتش إذا ولاء عطاقة وولاقا حرين تكويمي ولا تحالف كيمي أما ولا كيمي وحوي إسلام نمو معها وولاء عطاقة وولاء سببتي سؤيتهاي حرين وكما النوع الصبأة الروحي حريي وكل حليه كحريي هدي عد كده ولوايه